مباراة الكاس ونهائي كاس مصر ما بين الزمالك والاهلي، بتتكلم عن مباراة في اجواء مختلفة، اجواء قوية جدا في المملكة العربية السعودية، ملعب محترم الاول بارك، بتتكلم عن جوائز مادية كبيرة جدا، امكانيات في النقل التلفزيوني والتقني، موضوع مختلف. شايف المباراة دي ازاي؟ يمكن طبعا فكرة اقامة البطولة في السعودية يمكن حاجة فرصة جيدة جدا ان انت تسوق المنتج بتاعك بشكل كويس. البعض كان بيتكلم عن ليه انت تلعب خارج مصر، ولكن النهارده السوبر السعودي هيتلعب في ابو ظبي فبمشاركه 4 فرق، ففكره ان انت تلعب بطولاتك في مكان اخر بامكانيات بتقنيات بجوائز ماليه بعوائد بالظبط عوائد ماليه، فدي اعتقد حافز قوي جدا. انت النهارده بتتكلم على جائزه الافضل لاعب، اكيد كل اللعيبه انت بتتكلم 22 لعيب هيموتوا نفسهم في الملعب عشان جائزه ماليه قيمه بالنسبه للفريق، وطبعا ده غير عوائد البطوله، يعني حتى الخاسر بياخد مبلغ كويس جدا، الفائز نفس الكلام، فبالتالي هتبقى فرصه جيده ان احنا نقدم صوره مشرفه للكره المصريه، وده اللي اتمناه الحقيقه، المباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه. شفنا زياره مجلس اداره النادي الاهلي لنادي الزمالك وما حملته من يعني اجواء من الروح الرياضيه، نتمنى انها تستمر على الصعيد الجماهيري ايضا، يعني لما يبقى في اجواء تقارب وتآخي ما بين الناديين الكبيرين اتمنى انها تستمر، خاصه لما يبقى في ده اول اختبار ليها، اول اختبار مواجهه اهلي والزمالك. انت هتعمل ايه كجماهير، انت هتعمل ايه كاداره، هتقدر تتعامل ازاي مع يعني مش عايزين نقول اي خروج عن النص، ولكن طبيعي المباراه بيبقى فيها شد وجذب احيانا من الجماهير، ولكن نتمنى حتى على مستوى ارضيه الملعب نشوف 22 لاعب بيقدموا لوحه فنيه تعكس الكره المصريه وتاريخ الكره المصريه 100 عام من كاس مصر، فدي كلها امور تخلينا متحفزين ان احنا نشوف نسخه استثنائيه من بطوله كاس مصر، بالاضافه زي ما قلت للنقل التلفزيوني واكثر من 40 كاميرا، يعني الاجواء بشكل عام، مخرج نهائي كاس العالم، كل دي امور تخلينا نتحمس لهذه المباراه.